وينضم إلينا عبر الهاتف السيد زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية. أهلا بك سيد زياد. يعني في البداية، بماذا يفسر منع القوات الأمنية لوسائل الإعلام بتغطية مباشرة داخل ساحة التحرير؟ نعم، بالتأكيد في بادئ الأمر كانت هناك توجيهات من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بالسماح للصحفيين والمؤسسات الإعلامية بتغطية شاملة وكاملة للاحتجاجات الشعبية التي موجودة في بغداد وباقي المحافظات ضد الفساد الإداري، وكذلك لتأتي مساندة للإصلاحات. لكن يبدو ما حدث أن هناك بعض الأشخاص كانوا من القوات الأمنية كانوا قد قرروا منع هذه الفضائيات من التغطيات الإعلامية. التبرير كان هنا أن بعض الفضائيات حاولت أن تغطي إلى جوانب يعني جوانب إيجابية لبعض زعماء قتل وأحزاب محددة. أما ما يخص نعم، لكن هل نفهم من حديثك سيد زياد أنه يعني تم منع بعض الجهات الإعلامية والسماح لبعض جهات أخرى أو منع الجميع؟ لا، بداية منعوا الجميع ثم سمحوا لقنوات بالتغطية الإخبارية. يعني كانت قناة العراقية التي أرسلت 4 أثنجيات أرسلت مباشرة إلى ساعة التحرير كانوا قد منعوها بداية، ولكنهم سرعان ما عادوا عن قرارهم وسمحوا لها بتغطية مباشرة بسيارة واحدة. كانت هناك فضائيات أخرى قد تم منعها، لكن هناك تدخلات مباشرة من قبل منظمات وشخصيات إعلامية دفعت القوات الأمنية إلى رفع الحظر والسماح لوسائل الإعلام بتغطية الاحتجاجات. هناك من يتحدث سيد زياد عن أن موضوع الشغب في هذه التظاهرات أو داخل التظاهرات كما يصفها البعض قد تكون هي السبب. يعني هل فعلا هذا هو السبب أم أن القوات الأمنية تحاول امتصاص غضب الشارع، أم ما هي الأسباب بحسب رأيك الحقيقية؟ طبعا يعني بالتأكيد اليوم لاحظنا أن بعض المفسدين وبعض الأحزاب النافذة التي لا تريد للإصلاحات أن تأخذ طريقها زجت بالكثير من الأشخاص داخل ساحة التحرير، وقاموا بطرد المدنيين والمنظمين بالاحتجاجات وقاموا بضرب الآخرين منهم. هؤلاء بكل تأكيد كانوا يحاولون إثارة الشغب داخل المظاهرات ولهم أهداف هي أن لا تأخذ الإصلاحات طريقها من خلال الضغط الجماهيري. عندما هم كانوا يفكرون ربما عندما يستطيعوا إنهاء هذه المظاهرات من خلال الشغب وتشويه سمعتها أمام الحكومة العراقية وكذلك أمام المجتمع الدولي سوف يتمكن نعم، لكن من هي هذه الجهات سيد زياد؟ من هي هذه يعني الجهات التي تتحدث عنها؟ عن الجهات فهي إذا تحدثنا عن الجهات فالجهات كثيرة وكبيرة والأشخاص الكثيرين المتهمين في الفساد. أغلب السياسيين الذين حكموا البلاد منذ عام 2003 إلى الآن هم متهمين بالفساد، فكيف لنا أن نعرف من بين الآلاف شخصين أو ثلاثة زجوا اليوم بأموالهم ودولاراتهم التي سرقوها من الدولة العراقية، زجوا بأشخاص حتى يحموا هذه الأموال. بالنسبة لمرصد الحريات الصحفية وأنت مدير له، يعني هل هناك أي إجراءات يتم اتخاذها من قبلكم إذا منع الصحفيين من دخول مثل هذه التظاهرات؟ يعني بداية نتحدث مباشرة إلى القيادات الأمنية في أغلب الأحيان ونطلب منهم السماح للفرق الإعلامية بتغطية التظاهرات، لكن للأسف الشديد الحكومات السابقة سنت سنة سيئة للعسكريين وهي سمحت لهم بأن تكون المؤسسات الإعلامية والفرق الإعلامية تحت سلطة العسكر. اليوم الحكومة العراقية منذ أن تسلمت الحكم بقيادة الدكتور حيدر العبادي رفع الحظر عن التغطية الإعلامية بموافقات عسكرية وألغى الأوامر العسكرية، لكن ربما بعض القادة العسكريين مرتبطين بأحزاب نافذة وهم يعرقلون حركة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية داخل بغداد لأغراض أعتقد أنها سياسية. لكن بالنسبة للشارع العراقي سيد زياد، يعني
كيف رأيتم ردة فعل الشارع العراقي؟ هل هناك من الأصل ردة فعل من الشارع العراقي إزاء منع وسائل الإعلام تغطية مثل هذه المظاهرات المهمة في هذه الفترة بالتحديد بالنسبة للعراق؟ يبدو أننا قد فقدنا الاتصال. الشكر للأستاذ زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية، كان معنا من العراق.